عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فقهائهم، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان بحرا في العلم والفقه في دين الله، وهو حريص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أفعاله مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء الراسخين أهل العلم والتقوى كلهم يحرصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبتكرون شيئا من عندهم، لأن هذا دين ما يجوز الزيادة فيه والنقص والتخرص فيه، لا بد أن يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، ولا مجال للاستحسانات والاجتهادات المخالفة، ولا مجال للجهال والمتعالمين أن يتدخلوا في أحكام الشريعة ويفتوا ويتكلموا، لأن هذا قول على الله بغير علم. الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم عديلا للشرك، ما يدل على خطورة التكلم بغير علم والإفتاء بغير علم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة متحريا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رماها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها، رماها بسبع حصيات يوم النحر متعاقبات، ووقف عند الجمرة مستقبلا لها جاعلا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني من بطن الوادي، لأن الجمرات في وادي، وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، سميت جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل، كانت في أصل جبل، فوقها جبل، سميت جمرة العقبة لهذا المعنى. ثم أزيل الجبل لأجل التوسعة على الناس، أزيل الجبل من أجل التوسعة على الناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، فصارت ترمى من كل جهة، ترمى من كل جهة من أجل الزحام، من أجل التيسير على الناس، أزيل الجبل من أجل إزالة الزحام، لأن الحجاج كثروا، فلو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة لحصل في ذلك الخطر الشديد والحرج، فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة، لكن بشرط أن يقع الحصى في الحوض، في حوض الجمرة، والجمرة معناها مجمع الحصى، مجمع الجمار، والجمار هي الحصى الصغار تسمى جمار، فالجمرة موضع مجمع الحصى. ثم قال رضي الله عنه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول، ففيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقفون في الموقف الذي وقف فيه. وتخصيص سورة البقرة
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كله، فلماذا خص سورة البقرة؟ قيل لأنها فيها أحكام الحج، فيها ذكر أحكام الحج، وقيل لأنها سورة طويلة وهي أطول سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن، يعني هي سنام القرآن، أفضل سورة في القرآن سورة الإخلاص أو سورة الفاتحة، أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في القرآن، وأطول سورة في القرآن سورة البقرة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فالقرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض. فقوله هذا مقام، أي هذا المكان الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يبين للناس أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أمكن بأن يأتيها من هذه الجهة ويرميها هذا أفضل، أما إذا لم يتمكن وصار فيه زحام فإنه يرمي من أي جهة والحمد لله، المهم أنه يقع الحصى في الحوض، هذا هو المهم من أي جهة. نعم.